كانت لوقعة الحرة الكثير من المقدمات المهمة والخطيرة، فهذه الواقعة تجسد بجلاء الخلاف السياسي والاجتماعي بين الحجازيين والأمويين. والحق أن جذور الخلاف بين الحجازيين والأمويين تعود إلى عدة أسباب، لعل أهمها ما أحدثه معاوية بن أبي سفيان من تغيير في منهجية الحكم، فإن الكثيرين من الصحابة والتابعين في المدينتين المقدستين مكة والمدينة كانت نقمتهم على نظام معاوية الوراثي ذات دلالة خاصة، حيث اعتبروا عمل معاوية في تحويل نظام الخلافة اعتبروه بدعة تناقض نهج الراشدين وطبيعة الخلافة. أيريد أمير المؤمنين أن نخالف سنة رسول الله والخلفاء الراشدين وأن تصبح الخلافة وراثة؟ المهم، تألم المدنيون جداً مما حل بسبط النبي وريحانته، وأعلنوا سخطهم على يزيد وواليه في المدينة، ثم ازدادت حماستهم فخلعوه وطردوا عامله عثمان بن محمد بن أبي سفيان، وطاردوا من كان بها من الأمويين ورجالهم، وحاصروهم في دار مروان بن الحكم، وبايعوا عبد الله بن حنظلة الغسيل الأنصاري، وكتب مروان بن الحكم كتاباً إلى يزيد، وبعث هذا الكتاب مع عبد الملك بن مروان، وجاء في الكتاب: أما بعد فإنا قد حوصرنا في دار مروان بن الحكم ومنعنا ورمينا، فيا غوثاه يا غوثاه. فبعد أن قرأ عبد الملك بن مروان الرسالة على يزيد بن معاوية، قال يزيد: أما يكون بنو أمية ومواليهم 1000 رجل؟ فقال عبد الملك: بلى والله وأكثر. فقال يزيد: فما استطاعوا أن يقاتلوا ساعة من نهار؟ فقال عبد الملك: يا أمير المؤمنين، اجتمع الناس عليهم فلم يكن لهم بجمع الناس طاقة. ثم بعث يزيد الكتاب مع عبد الملك إلى مسلم بن عقبة، وكان شيخ كبير ضعيف مريض، فدفع عبد الملك بن مروان الكتاب إلى مسلم، فبعد أن قرأ الكتاب سأله عن الخبر فأخبره عبد الملك، فقال مسلم مثل ما قالت يزيد. ثم سار مسلم بن عقبة إلى يزيد بن معاوية فقال: يا أمير المؤمنين، لا تنصر هؤلاء فإنهم الأذلاء، أما استطاعوا أن يقاتلوا يوما واحدا أو شطره أو ساعة؟ دعهم يا أمير المؤمنين حتى يجهدوا أنفسهم في جهاد عدوهم. فقال يزيد: ويحك، إنه لا خير في العيش بعدهم، فاخرج وسر بالناس. فخرج مسلم بن عقبة يجيش الناس ويجمعهم ويحضهم على قتال الحجازيين، فانتدب لذلك 12,000 رجل، وخرج يزيد إلى الخيل يتصفحها وينظر إليها وهو متقلد سيفه، ثم قال لمسلم بن عقبة: إن حدث بك حدث فاستخلف حصين بن نمير، وادعوا القوم 3، فإنهم أجابوك فاقبل منهم، وإلا فقاتلهم، فإذا انتصرت عليهم فأبح المدينة 3 أيام، فما فيها من مال أو رقيق أو سلاح أو طعام فهو للجند، فإن مضت 3 أيام فاكفف عن الناس، وانظر علي بن الحسين فاكفف عنه، واستوصي به خيرا وأدني مجلسه، فإنه لم يدخل في شيء مما دخل فيه. المهم، أقبل مسلم بالجيش حتى إذا بلغ الحرة، وهي مكان خارج المدينة، وعندما علم المدنيون بذلك ازداد غضبهم على الأمويين، ثم بعث مسلم لأهل المدينة يطلب إليهم الخضوع والاستسلام، ويحدد لهم موعدا 3 أيام، فلما انقضت 3 الأيام وكان ذلك في 63 هجريا، صاح مسلم بن عقبة قائلا: يا أهل المدينة، قد مضت 3 الأيام، فما أنتم صانعون؟ أتسالمون أم تحاربون؟ فقالوا: بل نحارب. فقال لهم: لا تحاربوا بل ادخلوا في الطاعة. ثم طلب مسلم إلى جماعته أن يحملوا عليهم، فتقاتل الطرفان قتالا شديدا، ودارت راح القتال على أهل المدينة، فقتل عبد الله بن حنظلة، وفتحت المدينة ودخلها مسلم وفتك بأهلها، وأخذ البيعة ليزيد رغما عنهم، ومن لم يقبل ضربت عنقه، ثم أباح المدينة 3 كما قال له يزيد، فأسرف هو وجنده في القتل والسلب والنهب، حتى لقب بالمسرف، فيقال له في كتب التاريخ مسرف بن عقبة وليس مسلم بن عقبة.
والحق أن هذه النكبة التي حلت بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن أقل بكثير من النكبة الحسينية، فقد هلك فيها جمهرة كبيرة من سيوف الإسلام وناشري لوائه، وعدد كبير من أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار. ولو أن مسلم بن عقبة على شيء من الحنكة ورجاحة العقل لأدرك أن قولة يزيد في إباحة المدينة قولة صدرت عن شاب تحمس لبني قرابته، وإلا فأي رجل يبيح المدينة الطيبة التي آوت النبي ونصرته وأعزت دينه ونصرت جنده في ساعة العسرة؟ ويقول أكوس مولر في كتابه الإسلام في المشرق والمغرب، يصور هذه القصة بأنها إنما قامت بسبب ثورة الأفكار الجاهلية على الأفكار الإسلامية، وأن أهل الشام كانوا يريدون أن يثأروا من أهل المدينة التي قتلوا آباءهم يوم بدر وغيرها من المواقع التي فتك فيها المسلمون بالمشركين، أو هي ثورة الأرستقراطية الجاهلية المشركة على الديمقراطية الإسلامية المؤمنة. إلى ما هنالك من أقوال وأحكام يصدرها المستشرقون تبعاً لأهوائهم. المهم، هذه كانت حقبة من التاريخ كان لابد علينا أن نمر عليها، وكان أمر الله مفعولاً.